بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل سلسلتنا، ناخد الشوط الثاني من موضوع القضايا الساخنة، وربنا يدي حكم. احنا تكلمنا في الجلسة الأولى على أنه احنا في بلبلة شوية، في كلام كتير بيخبط في الكنيسة. الكنيسة بخير، لكن احنا كناس واعيين وكتير خدام نبقى عارفين ليه بيحصل كده. قلنا أسباب كتير، إيه خطورة البلبلة اللي بيعملوها الناس دول؟ لأ، في خطر، في ناس بتتلخبط. طب هندافع إيه؟ بطريقة الكنيسة المعتادة، كلام الإنجيل اللي استلمناه، تعليم الكنيسة في الليتورجية، القداسات والأجبية والتسبحة، أقوال الأباء المعتمدة المجمع عليها والترجمة الدقيقة، قوانين المجامع والتاريخ. ناخد قضية من القضايا الساخنة اللي بعضكم يمكن ما يسمعش عنها، لكن هي أساس مشاكل كتير. القضية الأولى دي يقولوا هم إيه؟ خلي بالكم اللي أنا بحطه في الأول ده الاعتراض اللي يلخبط الناس، اللي هقوله ده مش رأي الكنيسة، ده في ناس جاية تقول كده، وللأسف الناس دول بيطلعوا في القنوات ساعات يعني الدينية، فالناس فاكرة كل ما هو في قنوات يبقى 100% سليم. يقولوا ليس هناك ما يسمى عقاب أو عقوبة، إنما هي نتائج. خلي بالكم يعني ما فيش punishment، لا في result، بيميزوا بين الكلمتين. ما فيش حاجة اسمها ربنا يعاقب، ده رأيهم، هي في حاجة اسمها نتيجة. خلي بالكم قبل ما أدخل في تحليل الموقف، هو أي punishment هو result مش كده؟ يعني واحد سرق، نتيجة السرقة تسجن، بس هو تسجن كعقوبة من القانون. فإذا ما تقدرش أنك تحط كلمة result بما يلغي punishment. فاهمين المثل اللي بقوله؟ هل لو حرامي سرق فتسجن تقول لي لا دي مش عقوبة دي نتيجة؟ لا لا، دي هي عقوبة كمان. نتيجة دي ممكن تبقى حاجة مباشرة بس ما فيش فيها قانون، ما فيش فيها شخص بياخد قرار. فهنا بيقولوا الموت والهلاك نتيجة شر الإنسان، لكن مش عقاب للإنسان. ويمجدوا قوي فكرة أن الله أب، وطبعا إحنا بنقول أبانا الذي، نحب جدا أبوة الله حياتنا كلها، لكن يلغوا ضمنيا اللي لسه هنقوله في موقف مرة تاني، حكاية أنه قاضي وأنه في قانون. وهنا تطلع أول مشكلة بتقابلنا، بالتالي ما قيل لآدم يوم تأكل منها موتا تموت كان تحذيرا وليس قانونا. بصوا بقى إيه الفلسفة دخلت ليه؟ الحياة الأباء ما قالوش كده ولا الكنيسة فكرت كده، هو تحذير وفي ذاته قانون. ليه؟ لأن ربنا ما كانش بيهوش، هو قال له موتا تموت، وبعدين لقينا في العقاب إنه فيه ربنا عاقب الإنسان باللي اتفق معاه عليه. زي ما يكون في قانون في الدولة هنا، لو سقت بسرعة معينة هتاخد مخالفة. سقت فجالك واحد ينفذ القانون، هي دي مش result بس، هي طبعا نتيجة، لكن في كمان punishment، ما ده قانون. ففي قانون وفي من يمثل القانون فبياخد عقوبة. تعالوا نمشي مع الفكرة دي. أولا هقول هم ليه بيقولوا كده في رأيي، وإيه نتائج الكلام ده، وبعدين الرد عليه بقى. اللي يهمنا دايما الرد، وقلنا هنرد بطريقتين من مرجعين، الإنجيل هل قال في عقوبة ولا لا، وصلواتنا اللي تبرمجنا عليه هل بتستدعي فكرة العقوبة ولا لا. فاهمين هنمشي إزاي؟ أولا الدافع، بعض الدوافع مش بقول كل حاجة، في نظرهم محاولة تبرئة الله من تهمة القسوة. يعني إيه؟ هم وقفوا عند السؤال بتاع الإلحاد المعاصر، بدل ربنا كان عارف إن آدم هيعمل كده، ما كانش قال له كده من الأول، وإلا يبقى ربنا مفتري. ملحدين يقولوا كده، يعني ربنا عمل التمثيلية دي عشان في الآخر يلبس آدم التهمة ويقول له موتا تموت وينفذ العقاب. فهم عاوزين يطلعوا من الحفرة دي، فقال لك لا، ده ما كانش عقاب خالص، ده كان مجرد نتيجة، ده كان تحذير. لكن
الحقيقة أولاً الرد على قضية الإلحاد دي ليها ردود كتيرة جداً ومقنعة على فكرة، وإن ربنا كان حاطط اتفاق وقانون واضح، إذن الإنسان مسؤول عن النتيجة مش ربنا. واللي يأكد إن ربنا رغبته صالحة إن هو اللي جه حل المشكلة. ما هو لو ربنا كان لا يعني الإنسان كان سابه غرق في الموت. أما كل الفداء والخلاص اللي في المسيحية ده معناه إيه؟ إن ربنا هو اللي تحمل تبعيات خطأ آدم، لكن نفذ القانون اللي اتفق عليه. أنا بس بقول لكم ده الدافع بتاعهم، إنه بلاش نقول بقى ربنا يحكم أو يعاقب بالموت، لا هنقول بس دي نتيجة طبيعية للي عمله آدم، هي كونها نتيجة ما لغاش إنه عقاب. وهنا عدم فهم العلاقة بين إنه ربنا ضابط الكل وصالح دائما، وهو أيضا يعطي حرية للإنسان. خلي بالكم الاتجاه العالمي دلوقتي بيمجد أو الهيومان رايتس على حساب جودز رايتس. ما هم لغوا ربنا أساس، الدنيا لغت ربنا، فهم عمالين يمجدوا الإنسان حر، الإنسان حر، الإنسان حر. فهنا اتشطب على ربنا، فأصبح ربنا نفسه في نظر العالم ملوش حرية لأنه مش موجود. فكون ربنا يقول أو لا ويعاقب، إيه هو ده؟ يطلع مين ده؟ فاهمين الفكرة؟ لأن هم متأثرين بدرجة من موجة الإلحاد اللي مجدت الإنسان وكأنه حر، عنده حرية مطلقة. فيوم ما يقولوا في حاجة وحشة حصلت يقولوا دي نتيجة، لكن ما يفترضوش فكرة السلطان الفوقي بتاع ربنا. لكن إحنا زي ما بنقول ربنا أب بنقول هو قاضي، وبنقول إله عادل ويحب العدل، ونقول ضابط الكل. يعني إيه؟ من خلال حرية الإنسان ما تلغتش إرادة الله وحرية الله. يعني ربنا لسه كنترولر لكل الدنيا. وربنا ده لو مش موجود كنا نقعد، يعني كان الشر يسمح لنا نقعد القعدة دي ولا يخلي حد فينا يتوب؟ لا، فربنا مازال الكنترول في إيده، وبالتالي في عقوبة وفي قانون زي ما هنشوف. النتائج لو افترضنا كلامهم صح، لو قلت ان كل شيء مجرد نتيجة وليس هناك عقاب، هنمشي على هوى الكلام اللي شكله حلو ده. ما خلي بالكم الفلسفة شكلها حلو. الحقيقة ده معناه ببساطة بيقلل فكرة الخوف من الدينونة. مفيش ديان، مفيش قانون. تصور انك جيت في مصر مثلا قلت ان مفيش قانون للسرعة في هتلاقي شاب ركب عربيته وساق على سرعة 200، ما هو مفيش قانون. بس يوم ما بيخاف من التيكت بيضطر يلتزم بال 120، لأن القانون عمل نوع من الالتزام، عمل نوع من الخوف، الخوف المفيد مش الخوف المؤذي. لأن هو القانون لما قال سوق على 120 مش على 200 غرضه ما تتقلبش بالعربية أو ما تموتش واحد، فهو مش غرضه يزلك ولا يأيدك، هو غرضه مصلحتك. لكن أصبح في قانون وفي بانشمنت. فيبقى هنا لما أنت بتلغي القانون أنت بتلغي معاه نوع من الخوف والحذر اللي في الآخر نتائجه أسوأ. وإحنا عندنا خوف الدينونة ده في كل كتب الأباء وفي تعليم المسيح. أريكم ممن تخاف، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم من هذا خاف، ده كلام المسيح نفسه. طب لو ما كانش في دينونة ولا عقاب ولا ديان ما فيش خوف. وهو لو ما فيش خوف دي حاجة كويسة؟ ده هو شوفوا العالم اللي بطل يخاف ربنا شكله إيه؟ هو إيه اللي بيلجمنا في خطايا كتيرة؟ مش الخوف المقدس اللي خلى يوسف يقول حاشا لي خوف ربنا؟ إذن هنا النتيجة لو لغينا فكرة العقاب والعقوبة تماما إحنا بنلغي رأس الحكمة مخافة الله. كمان النتيجة لو لغيت فكرة العقاب والعقوبة هي دعوة للاستباحة والاستهانة. وطبعا في ناس أنا عارف أنها هترد على الكلام ده، لأنه هو بيقول لك لا مين قال، ويدخل علم النفس يقول لك الخوف بيطلع أسوأ ما في الناس. أنا مش بتكلم على الخوف المرضي، مش بتكلم على الخوف البشري، أنا بتكلم على خوف مقدس يدعو الإنسان للاستقامة للتوبة. أنت ده هتلغيه ليه؟ كمان هنا
النتيجة أنت مجدت إرادة الإنسان قوي، كأن الإنسان عايش لوحده وربنا ده مش موجود. أنا أعمل حاجة أشوف نتائجها مني لنفسي، فكأن ربنا ده تقلص وجوده واختفى، والإنسان بقى مالك زمانه وهو ربنا بتاع نفسه. فهي دعوة للتأله الخطأ، ولو جالنا وقت هنتكلم عن التأله. يعني إيه؟ ما هو دي حيلة الشيطان من أول يوم في التاريخ، تصيران ها مثل الله. إيه رأيكم في الأفر ده؟ إلغي ربنا وإنت ربنا، وبالتالي مسؤول عن تصرفاتك. هي مسؤول عن تصرفاتك دي صح، لكن ما تحطش في بالك إن في تأديب ولا عقاب ولا قانون ولا كلام زي كده. إذن النتيجة هتبقى مؤذية جدا. تعالوا نقول الكنيسة بتقول إيه. الكنيسة بتقول إن ربنا أب طبعا ومحب جدا وأحلى من أي أب، لكن بتقول في عقاب وبتقول في عقوب. وأديكوا شوية آيات تؤكد إن في عقاب وعقوبة في لغة الكتاب. وأغلبكم وإنتوا قاعدين بتسمعوا وقد تكونوا مش دارسين حاسين ما طبعا في عقاب. يعني أغلبكم حاسين أكيد في عقاب، أمال سدوم وعمورة دي كانت إيه؟ أمال الطوفان ده كان إيه؟ أمال الشعوب اللي أبيدت دي كانت إيه؟ مش ده كله كان عقاب؟ فبعضكم قاعد حاسس هو أنت بتناقش موضوع يعني مفهوم ضمنيا. لا، هو حاليا مش مفهوم ضمنيا، لأنه في موجة بتقول إن ربنا ما بيعاقبش. بصوا للجزء ده لأن ده جزء خطير ممكن نناقشه في كذا مرة كمان. يقول حتى الناموس كانت الخطية في العالم، على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس، لكن ملك الموت من آدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شيء بتعدي آدم الذي هو مثال الآتي. أنا مش هشرح كله عشان الوقت، لكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة. الكلام ده من رومية 5، وده جزء مهم قوي في تأكيد وراثة الخطية. إن كان بخطية الواحد مات الكثيرون، فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح زادت للكثير. أنا هشرح الكلام ده بكرة بالليل لما نتكلم عن وراثة الخطية. لكن هو بيحط الآدم في كفة والمسيح في كفة، فبيقول آدم جدنا الكبير دخل الخطية وراها الموت والفساد، جه المسيح طلع ده كله بالنعمة اللي عملها لنا. بس أنا كله كاتب ده ليه أو جايب ده ليه؟ عشان أقول كلمة حكم. واللي بيقول ما فيش عقاب ما يقولش في حكم. كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية، لأن الحكم من واحد. يبقى اللي حصل مع آدم ده كان إيه؟ condemnation، حكم. ما قالش result. الحكم من واحد للدينونة. يعني اللي حصل في آدم كان حكم أدان البشرية كلها، لأنها كانت في آدم أول البشر. هالهبة، الهبة اللي هي نعمة المسيح اللي بيعملها المسيح، هتبرر كل البشر اللي يلزقوا في المسيح. أنا بس هنا ذكرت كلمة الحكم عشان أؤكد أن اللي حصل مع آدم لم يكن مجرد نتيجة، ولكنه أيضا حكم إلهي. مرة تاني بصوا في لغة الإنجيل، أنا بتكلم كمان عهد جديد، لأنه ساعات لما أقول في عقاب يقول لي كان في العهد القديم. كلمة دي خطر جدا لاهوتيا، خطر قوي أنك تقول أن ربنا تغير. في العهد القديم كان شيء وفي العهد الجديد بقى شيء تاني، يبقى ده مش ربنا خلاص، لأن ربنا ما بيتغيرش. فربنا كديان هو ديان. صفة الكنترولر أو واضع اللو جيفر، صاحب القانون الأعظم، طبعا دي صفة إلهية. فبيقول الحكم بلا رحمة، يبقى في حكم لمن لم يعمل رحمة. يبقى لو أنت عشت حياتك ما بترحمش الناس، هيجي الحكم عليك بلا رحمة. يبقى في حاجة اسمها حكم ولا لا؟ في طبعا. آية تانية تقول إيه؟ بصوا ده كلام المسيح نفسه في الموعظة على الجبل. يقول سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. يبقى في حكم، ها؟ judgment. أنا هقول لكم مش بس اللي ما قتلش، ده اللي يغضب على أخيه باطل يكون مستوجب الحكم. يبقى المسيح ما لغاش إن في حاجة اسمها إيه؟ دي لغة قانونية، خلي بالكم. مستوجب الحكم دي لغة قضائية، عشان في ناس ضد الحكم حتى القضائية، ولما ندخل في حاجة اسمها البدلية العقابية هنشرح الكلام اللي يبدو صعب ده، لأن هما بيقولوا ما فيش حاجة اسمها قضاء ولا قانون في القصة دي. لا، إزاي؟ في قانون إلهي واتكسر،
والله رغم كونه أب محب للبشر هو إله عادل ما يخالفش القانون، ما يكسرش القانون هو عمله، إلا يبقى إله غير صالح. لدرجة يقول من قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. مش دي بتخوف؟ طب ما احنا لازم نخاف عشان ولا واحد فينا يشتم ولا نطلعش كلمة زيادة أبدا، لأن المسيح نفسه بيقول كده، اللي هيقول يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. مستوجب لغة قضائية قانونية. آية تاني، غضب الله معلن. دي تخلي الخطية ليها رزلت ولا كمان في عقاب؟ لما يقول غضب الله معلن على فجور الناس، هتقول لي فجور الناس جابت للناس مشاكل، إذا إنسان بيغلط بنتيجة غلطه بيحصل. استنى بس، ده ما لغاش إن في حاجة اسمها غضب الله معلن، يعني في عقاب، في عدل. الذين يحجزون الحق بالاسم. كلمة عقاب بالذات أو عقوبة، هل جات ولا ما جات؟ طبعا جات. مثلا لما كان بولس بيصبر بتوع تسالونيكي بسبب الاضطهاد الشديد اللي عليهم، قال لهم اتصبروا، اللي بيحصل معاكم ده علامة كويس، انتوا بتتعذبوا لكم أجر عند ربنا، واللي بيعذبوكم لهم حساب وعقاب عند ربنا. ده كلام بولس. يقول بينا، بصوا الكلمة دي، قضاء الله العادل. ده كلام الإنجيل. يبقى اللي لغى أن ربنا له قضاء ما قراش الإنجيل، أو بيجيب لنا حتة وينسى حتة. أنكم تؤهلون، دول اللي بيتعذبوا، لملكوته اللي بتتألموا عشانه، إذ هو عادل عند الله. يبقى في حاجة اسمها العدل، يبقى القاضي عادل. أن الذين يضايقونكم يجازيهم، يبقى في حاجة اسمها جزاء. مش جزاء دي يعني عقاب برضو ولا إيه؟ جزاء، يجازيهم ضيقا. وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا، يعني اللي بيتعذبوا لهم يوم راحة ومكافأة الرحمة. الأشرار المفتريين لهم عقاب وجزاء شديد، لأن ربنا قاضي عادل، مش هيقعد يتفرج على اللي بيفتروا في ولاده ويقول أنا أصلي ما بحكمش على حد، أنا ما بعاقبش حد، أنا بسامح الكل. سامح الكل ما تبقاش صالح. إذا سايف الشر عمال يزيد ويفتري في الناس وفي الآخر أنت ما بتاخدش موقف يا رب، أقول لك أبانا الذي إزاي؟ يعني ده يخالف حتى الأبوة. يقول إيه عند استعلان الرب يسوع من السماء معه في نار لهيب، بصوا تاني، معطيا النقمة. يبقى الله ينتقم. الله ينتقم دي كلمة وحش؟ لا مش كلمة وحش. ينتقم بمعنى إيه؟ يحكم بالعدل للي افتروا وما تبوش. الذين سيعاقبون، مش دي كلمة في الإنجيل؟ يبقى اللي بيقول ما فيش حاجة اسمها عقاب ولا عقوبة ولا قضاء ولا عدل، الحقيقة ما قراش الإنجيل، أو بيشيل بيسيب ياخد حتة ويسيب حتة. هو مش معنى أن ربنا حنين قوي وبنموت فيه وتصلب عشاننا وطويل البال جدا أن أنا ألغي صلاحه وعدله وحكمه، لأن أنا بلغي معها الخوف المقدس. ليس تحت شعار حب الله نلغي خوف الله، دي بدعة، ده خطر جدا على الإيمان المسيحي، أن احنا نزعم أن احنا اللي بنحب ربنا لغينا حاجة اسمها خوف ربنا. هما مئات الآيات اللي جت فيها خوف الله نوديها فين؟ في الإنجيل كمان يقول إيه؟ من خالف ناموس موسى، ده بيراجع العهد القديم وبيكمل العهد القديم، بيقول اللي خالف الناموس المنسوب لموسى، ما هو الناموس ربنا اللي حطه عن طريق موسى، هيموت بدون رأف. كم عقابا أشر، يبقى كلمة عقاب جت ولا لا؟ كم عقابا أشر للي هيعمل ايه في العهد الجديد؟ ده اللي لخبط ناموس موسى عقابه كان شديد، امال اللي بيلخبط في ناموس المسيح شريعة الكمال، اللي يتجاهل الوصايا الإلهية في العهد الجديد، يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعمة. عشان كده يكمل يقول ايه؟ اننا نعرف الذي قال لي للنقمة انا اجازي، انا بجازي. وقال مخيف هو الوقوع في يد الله. الرب يدين شعبه، مش بيخلص شعبه بس، هو أيضا will judge his people. يبقى في judgment وفي punishment. يبقى القصة مش result بس،
ابتدت تبان الفكرة يا جماعة، لأن اللي بيقول رزلت بس قال يعني ربنا ده متفرج سلبي ملوش دور خالص في اللي بيحصل في الدنيا، وده هيعجبك. ولو جه واحد يعني سرقك وأذاك وتعبك طول حياتك ويمكن موت عيالك، وهتبقى مبسوط قوي إنه ماشي كده للأبد بسماح من الله، ما فيش أي موقف من ربنا، وهو ده الصلاح. مش ممكن، أنت نفسك عندك عدل في ضميرك. مثلا ندخل في الآية بتاعت وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة ملعون الأرض بسببك، ده تسميه إيه؟ result ولا punishment؟ طب ده ما كانش متقال قبل كده، يبقى ربنا أصدر punishment، قال له الأرض دي ملعونة وهتاكل منها بالتعب، يبقى ده تسوي هذا punishment، هيطلع منها شوك وحكسك. طيب أنا هو ما كانش يعرف غير حكاية موتا تموت، ما هدي بس جزء من العقاب الإلهي للخطأ اللي عمله آدم، بعرق وجهك هتاكل خبزك، وكذلك حواء خدت جزء من العقاب. بعدها بإصحاح لما لقينا قايين موت هابيل، هل شفنا بس ريزلت ولا شفنا بانشمنت؟ لا، في بانشمنت، لأنه قال له ملعون أنت من الأرض، ربنا بيقول لقايين كده، يبقى في هنا عدل إلهي، والأرض مش هتديك خيرها بعد كده وهتبقى هربان، وهو قال ذنبي أعظم من أن يحتمل وهكذا. لما ربنا قال في تكوين 6 تأسف في قلبه بسبب شر الإنسان، فقال الرب أمحو، ده result ولا punishment؟ طبعا ده قرار إلهي، ده قضاء إلهي، أمحو عن وجه الأرض الإنسان اللي خلقته. بس عيلة نوح الحلوة دي أنقذها عشان تبقى خميرة البشرية الجديدة، بددهم الرب من على وجه الأرض. حتى أبونا إبراهيم صديق الله كان يعرف أن ثقة العدل تخص الله، فقال له أفتهلك البار مع الأسيم؟ قال له أنا عارف أنك بتهلك الأسيم، ده حقك، بس مش معقول هتهلك البار؟ قال له لا طبعا. فابتدى ينزل بالفصال، طب 50 بار؟ قال له يا ريت 50 بار، 40 30 20، بانت الأبوة الرحمة وبان العدل، لكنه يهلك الأسيم، يهلك الأسيم بنار وكبريت بعقاب. عشان كده بنخاف ولازم نخاف. أمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا، هل تقدر تقول دي نتيجة طبيعية لحياتهم الوحشة؟ لا، هي مش نتيجة مباشرة طبعا، لا ده عقاب إلهي واضح. تعالوا نقلب على الليتورجي. هقول إن واحد مش مذاكر الإنجيل ومش حافظ نص الآيات دي ونسي، وسمع واحد بيقول له ربنا لا بيعاقب ولا يدين حد، والحكاية كلها مجرد نتائج، وآدم دي نتيجة عمايله وما كانش فيه عقاب، وبالتالي يقعد بقى يمشي معاه في السكة دي. تعال شوف أنت بتصلي بتقول إيه. كلنا نصلي نقول أيضا يأتي في مجده لإيه؟ ليدين. طب وهي يعني إيه يدين؟ يعني في ديان؟ مش ده إيماننا اللي بنقوله يوميا؟ في حد فيكم مش حافظ الجملة دي؟ الجملة دي طالعة من الإنجيل وطبعا من حياة الكنيسة، وده إيماننا، ده الحقيقة اللي عايشين بيها. طب اللي هيلغي مفهوم العقاب هيوصل إن مفيش دينونة بعد شوية، ويقول لك الدينونة دي ملهاش، ربنا مش بياخد حكم على حد. في القداس البسيل نقول إيه؟ عندما خالفنا وصيتك. كلمة مخالفة بتسمعوها في إيه؟ لما يكون في قانون، مش كده؟ خالفنا يبقى إحنا مخالفين كلنا، يبقى القصة مش مجرد نتيجة حاجة غلط، لا في مخالفة القانون، سقطنا هعتبرها نتيجة. طب نفينا طبعا عقاب. بصوا للكلام اللي احنا حافظينه في القداس، هقول سقطنا من الحياة الأبدية، دي بيقولوا دي نتيجة. يعني ايه نتيجة؟ طبيعية ان الانسان فصل نفسه عن ربنا، المدة خل طبيعته، هفترض دي نتيجة. طب نفينا من فردوس النعيم، برضو دي نتيجة ولا دي عقاب إلهي؟ خليك بره الجنة، عقاب طبعا. إذن العقاب يتضمن النتيجة، والنتيجة ما تمشيش من غير عقاب. فإذن الفلسفة بتاعت شيل عقاب وخلي نتيجة، ده كلام ما يجيبش غير مشاكل بعد شوي.
لما تروح مثلا القداس الإغريغوري يقول عندما سقط بغواية العدو ومخالفة وصيتك، يبقى في وصية أو قانون مش كده وتخالف، يبقى في لغة قانونية. غرس واحد نهيتني، هعتبر ده تحذير مش قانون. قلت لي لا تأكل منه وحده، أكلته بإرادة. تركت عني ناموسك، I put you law behind me. يبقى هنا في لو ولا ما فيش لو؟ فهمتوا الفكرة أحبائي؟ لا، في قانون وترفض من الإنسان، فهنا في مخالفة، يبقى في خطأ لازم يبقى وراء تأديب. أنا اختطفت لي قضية المدة، احنا حتى سميناها قضية في الإغريغوري، يعني إيه؟ في موضوع قانوني أو قضائي، وفي خطأ، وفي بانشمنت، وفي عقاب، وفي دينونة، وكل ده فكر الكنيسة وفكر الإنجيل وفكر المسيحية 2000 سنة. فالتشكيك في العقاب الإلهي وفي العدل الإلهي وفي القضاء الإلهي ده كلام موجود على الميديا. ما أنتوا بعضكم مش داريان بس بالأفكار الغريبة اللي داخل. فالحياة كل ده ما يتفقش مع تعليم الكتاب. بصوا كيف الجملة دي بقى تحسم الموقف. في عقاب ولا ما فيش عقاب في لغة الكنيسة؟ أنت يا سيدي حولت لي العقوبة خلاصا. مش أنتوا بتصلوا بتقولوا كده؟ يبقى في حاجة اسمها عقوبة. كون المسيح بنعمته وحبه جي بدل العقوبة الخلاص وتحمل العقوبة بديلا عنا، وهنقولها دفع الثمن عننا كلنا، ده لسه هيتشرح لأن هم مش موافقين على دي كمان، عشان يدينا الخلاص بنعمته. لكن هو مازال في فكرة عقوبة وقضاء وعدل. وعلى فكرة بصوا، نفس اللي قال العقوبة رجع كملها وقال كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط. مين قال أن الأبوة اتلغت لما أنا قلت قضاء وعقوبة؟ ومين قال لما القضاء يتقال يبقى الأبوة تمشي، أو الأبوة تتقال يبقى القضاء يمشي؟ ليه ما يكونش ربنا زي ما فهمها الكنيسة هو أب وقاضي وراعي وملك وعريس، كل الصفات دي في شخص الله؟ ده إيمان الكنيسة طول عمر. دي كانت القضية الأولى، وأتمنى تكونوا إيه فهمتوا حاجة، ولو ما فهمتوش ما تضطربوش، يعني ما فيش مشاكل، أنتوا بتحبوا ربنا والموضوع ماشي كويس، وبتخافوا ربنا برضو مش كده، عندكم خوف ما تقلقوش.